15 درهم 20 درهم 22 درهم تبارك الله داك الشيء غادي ومازال مازال العطية عطية ومازال غتوصل حتى 30 درهم. لولا تدخل صاحب الجنين أخيرا فيما يخص السيرات ديال اللحوم فيما يخص ديال المراقبة. أش غادي يوقع في هذا الخصوص ديال التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية من هنا لقدام بيوقع بحال هذا الشيء اللي وقع في الأسعار. خلينا اللي مأثر فينا وجينا لذاك الضعيف. لا لاحظت واحد الملاحظة دروك أش كاين؟ مراقبة الأسعار فين كاينة؟ عند مول الحانوت اللي تيبيع 50 درهم 100 درهم في النهار. فوسطك تقول لي علاش ما داير؟ واش حنا عندنا الازمه هي في ديك الورقه؟ علاش ما معلق ديك الورقه؟ علاش ما معلق سوا شوف الازمه من عند هذوك اللي جايبينها لهنايا اللي الكبار اللي عايشه تيدير بحال 10 دريال زيد نقص ليه تما وغادي نقص على هذا ونقص على هذا ونقص على هذا. بان حنايا ذاك المستضعف هذا شاف هذا الاحصاء بان لهم الاحصاء اننا نبداو بالطبقه الشعبيه والطبقه الصناع التقليديين اللي تيكتلوا اللي تيشكلوا واحد الكثافه كبيره نبداو بهم هما عاد فاش الاخرين هذوك ما غاديش نعوضهم. اش اللي تيقولوا؟ كي تيقولوا طلق واحد لا بغيتي الحمام اهبط اش تطلق ليه؟ اللقط تطلق ليه اللقط عاد تيهبط عندك. حنايا طلقوا لنا الاراء بيكون التعويض في 2023 غادي يكون التعويض تسجلوا تسجلوا في هذا حنا تنقول هذا النداء تنقولوا ماشي عندنا ما غادي تسجلوا هذا واجب وطني نمشي ونتسجل ونقبض القيم ديالي ونمشي كي تيقول نتبعوا الطلبه بالدار غادي نتسجلوا ونقدوا هي لان حاجه واحده نقولوا هو ما نبنيوش داك الامل داك الامل الكبير ما نبنيوش كي كنا تافقنا ولقينا والدينا باينين في لا امال وباينين هادي وهادي وهادي وتصطدمنا بالواقع الواقع الاخوان تنقول لكم راه الواقع هو بنادم تهلا صحته انا عرفت خطا صحته ما كاين لا راميت ولا امور ولا تفاضل ولا صحه نقبض على هاد الورقه هادي وندير الاجراء كيف قالوا اما نتسجل عبر الانترنت واما نمشي ندخل نتسجل في الملحقات الاداريه راه دايرين قرب السكن ونقبض القيم ديالي ونتسجل ونتسنى الفرج من عند سيد ربي. لا ما عاوتاني داروا في التضامن الاجتماعي بنادم قالوا لي خلص خلص واحد شويه صيفطوا ليه قال تخلص 2000 درهم 3 ولا تيقول اخويا شطب عليا ما تيبغيت ها كاين اللي قالوا 2000 درهم 3000 درهم وهو قاعد جات كوفيد 19 20 21 ما خدم ما ردم باع حوايجو باع طوموبيلتو باع تلفازتو باع فراسو كاين اللي خرج من الدار داروا ليه الافراط وجيتي في الاخر ضروب وقلتي لا راه بينا نديرو ديك الامو بينا نديرو هادي راه خصك تخلص واحد 2000 درهم واحد 3000 درهم جينا ديك الهضره ديك واحد الدقاقي وهي تزيد في البيض هي هادي اللي وصلنا اللي وصلنا انا حاجه اللي بنقول لكم هذا الواجب غادي ندير يتسجل في الملحقات الاداريه نسجلوا ولادو ونطلبوا الفرج من عند سيد ربي ما عرفتي كيف بيكون هذا الشيء هادي وسمحوا لي اخويا ما بيش نهضر انا بالمساله ديال الاكاديميه ولكن لان انا واحد منكم انا من الموقف تانا تنعاني من هاد الشيء تنضلوا قاعدين هاد الشيء تنضلوا قاعدين فعلا تكون كتاتاي اما في الفندق ولا واقفين في الزنقه وتنهضروا على هاد الشيء وهذا هو ولا موضوع الساعه وبنادم ما مصور والو وتيضحك وتيجي وتيقول لك يا بنت قال يا ربي تكون هادي 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 ولكن نهار تضر الدرسه ما بقى عندنا كاع داك اللي تيكون في الحومه تيحيد الدروس ما بقى خصك تمشي تخسر عليها 300 درهم ولا 400 درهم الواحد حربوش انا تنقولها لكم حربوش سيروا ديروا هي الزياره نهار الجمعه الله يرحم الوالدين ها زياره المريض راه حسنه شوفوا المؤسسات اللي عندنا دوزيام في ام الباب تمشي ديريك دير الزعتر ودير فليه ودير ودير حبره ودير كاع دوك داك الشيء اللي تنديرو وتشربوا تقول عليه وصلوا وتنقولها ومباركوا مرضي الوالدين عليه وصلوا ليه عليه يضروا في صحته ولكن هذه واجب قالوا لنا من الوطن من الناحيه الوطنيه والنداء ديال سيدنا الله ينصرو نلبيو نمشيو نتشجعو نقادو نديرو هاد الورقة هادي وتنتمنى إن شاء الله أننا نكونو يكونوا في المستوى ديال الطن ديالنا وشكرا لكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.